أخذنا المحاضرة السابقة الإكزامبل 1 مثال أول للتربل انتجرالز. أنا قلت لكم أكو موضوع الماس وهان فيرست مومنتس راح نتركه لأ شوي. أكو تغيير صار بالمحاضرات إنه راح ناخذ الماس موضوع هذا موضوع الماس هان فيرست مومنت فورمولز يعني فقط الماس والفيرست مومنت اللي راح نحذف نحذف السكند مومنت فورمولز. نيجي هسه جاي تشوفون طلاب هذا الجدول اللي أمامكم. نعم دكتور واضح. تمام. أنا هسه المحاضرة نزلتها بالكلاس روم لكم يعني بعد أن اختصرتها وبعد أن رتبتها. بس عندك محاضرة يعني رقم 11 أنا كاتبها لكم نازلة بالكلاس روم. وبقت محاضرة واحدة فقط اللي هي محاضرة رقم 12. بالنسبة لمحاضرتنا هذا اليوم اللي هي عندنا هذا الجدول الماس and first moments moment formulas. نيجي إلى الماس. طبعاً هنا هي كلها تطبيقات يعني على التكامل. نيجي إلى الماس. الماس هنا عندك يعني هو عندك triple integral triple integration عندك d volume d volume يعني تعلمت يعني سابقاً مثال سابق. فقط راح يطرأ عندك هنا السيجما اللي هو كونستانت اللي هو الكثافة فيعطيك إياها، وإذا ما أعطاك إياها فتعتبرها يعني واحد. فهنا عندك يعني يونت دينسيتي. الفيرست مومنت أباوت ذا كوردينيت بلوت. هنا طبعا جاي نتعامل مع المسألة بالـ 3 دايمنشنز يعني المسألة بالـ 3 دايمنشنز. هنا بعدين بالـ 2 دايمنشنز هنا بالـ 3 دايمنشنز نجي. المومنت حول البلينت. لا فهنا عندك المومنت حول البلين يا بلين من عندهم الواي زد. يعني هسه اذا عندك هاي الاحداثيات هذا هو الزد وعندك هذا هو الواي وعندك هذا هو الاكس. فهنا المومنت الواي زد هذا هو الواي وهذا هو الزد وهذا هو الاكس. هو يعني عزم الحجم او عزم الكتلة عزم الماس. هنا عندك السيجما في الديفوليوم هي الماس. هنا الاكس هنا لاحظ هذا هو المستوي اللي هو الواي زد هذا هنا الواي وهذا الزد. فالاكس هي البعد هنا البعد اليمين على الاكس اكسس عزم. يعني هنا يعني عندك مثلا اي جسم يعني كان فهنا هاي النقطة فالبعد عن من عن هذا المستوى البعد عن هذا المستوى عن هذا المستوى X عن X بار هنا بعدين راح نستخرجه. فبالبداية أحصل يعني عزم كل جزء وبعدين أجي أقسم العزم اللي على الماس على الماس نفسه فأحصل عليه من على X بار. فهنا بالنسبة إلى مومنت هنا يعني حتى خفضها إذا تريد تخفضها سهل فالمومنت حول واي زد فإذا الذراع اكس. هنا المومنت اكس زد فشنو بقى عندك الذراع واي. هنا المومنت اكس واي فشنو بقى عندك الذراع هو زد. وبالتالي السنتر اوف ماس اللي هو الاكس بار فتيجي شنو المومنت واي زد على اليمن على الماس. هنا الواي بار المومنت اكس زد على اليمن على الماس. وهنا المومنت اكس واي على اليمن على بس نرجع يعني كمراجعة يعني هنا يعني هنا المومنت اكس واي ماذا تعني ماذا تعني تعني عزم عزم الماس حول الاكس واي بلين حول الاكس واي بلين. فاذا حول الاكس واي بلين فاذا عندك هذا هو المستوى الاكس واي بلين اللي هو طبعا يشمل هذا الاكس ويشمل واي فشنو اكيد الذراع المسافة هي زد المسافة هي زد للجسم. فلاحظ انه زد في سيجما دي فوليوم. اذا اجينا للتو دايمنشنز اللي هي انتم ماخذينها في موضوع السنترويد فهنا عندك
الام الناس هنا دي اي وهنا السيجما وهنا عندك العزم حول الواي اكسس هنا حول المحاور هنا حول الواي اكسس فعندك هي اكس البعد عن الواي اكسس وعندك العزم حول الاكس اكسس فالبعد عن الاكس اكسس هو الواي هنا السيجما دي اي center of mass يعني centroid أو center of mass هنا h bar يساوي العزم حول الواي اكسس مقسوم على الماس نفسه طبعا هنا السيجما موجودة لمن لمعادلة العزم وفي معادلة الماس فراح تختصر وطبعا هنا كاتبه هو center of mass ل وجود السيجما بس انتم تعودتوا عليه بالمرحله الاولى بالستاتيك يطلق عليه السنترويد اللي هو عزم المساحه وليس عزم الكتله سنتر اوف ايريا بس هو يعني بالمحصله النهائيه هو نفس الناتج لانه السيجما راح تتصل طبعا هاي يعني السيجما تختصر يعني فقط في حاله انه عندك يعني الكتله هي هوموجينياس راح يختلف يعني اذا كانت غير هوموجينيوس واذا كانت فانكشن يعني لايف فانكشن فهنا راح تدخل يعني في التكامل يعني الفانكشن بس هنا راح نتعامل مع المساله انه الكثافه هي هوموجينيوس وايزوتروبيك وطبعا هذا المصطلحين هوموجينيوس والايزوتروبيك راح تاخذوه ان شاء الله بالمرحله الثالثه يعني بأكثر تفصيل في الموضوع التوب نجي إلى example one لاحظ أنه شفنا يعني هي نفس هاي القوانين تجي تطبقها تطبيق مباشر يعني أسنا أنا find the center of mass object center of mass of a solid constant depth of a solid of constant density لاحظ انه الكثافة ثابتة bounded below by the disk يعني هاي الحجم طبعا محدد من الاسفين وسط الديسك هذا القرص هو دائرة طبعا اعطيك انه معادلة هي x سلبية زائد y تربيع اصغر او تساوي 4 طبعا هاي x سلبية طبعا اصغر او تساوي يعني محيط الدائرة وداخل الدائرة ان في لاحظ شوف هنا ان في بلين زد تساوي صفر شنو زد تساوي صفر يعني هنا بدل ما يقول لك ان في اكس واي بلين يعني شوف اكس واي بلين يقول لك ان في زد تساوي صفر في نفس المعنى and above ومن الاعلى باي ذا بارابولويد ومن الاعلى باي ذا بارابولويد هذا هو البارابولويد هذا هو الشكل لاحظ انه يشبه البارابولا قطع المكافئ بس هنا هو 3 dimensions يشبه قطع المكافئ بس يعني يدور حول المحور فهو ثلاثي الى بعد فبالبدايه اول شغله نسويها هي ايجاد الماس هنا انا مقدم ومؤخر بالخطوات في ايجاد الماس الماس هذا هو قانون الماس تجي تخليه الماس هذا سيجما في دي فوليوم اللي انت اخذته يعني بمثال رقم واحد بعدك شوف هنا سيجما في دي فوليوم دي فوليوم شنو عندك دي زد دي واي دي اكس فقط عندك شنو عندك يعني لازم ترتب حدود التكامل هنا بالنسبة الى زد لاحظ اذا تاخذ هذا المستقيم هذا المستقيم راح يدخل بالمنطقة عند قيمة Z تساوي صفر ويغادر المنطقة دي عند Z تساوي 4 ناقص X تربيع ناقص Y تربيع هذا شيء واحد بقت بالنسبة إلى حدود X وبالنسبة إلى حدود Y طبعا هنا أنا ورا ما أتخلص من DZ والكامل بالنسبة إلى Z DYDX ممكن أنه يكمل DYDX كامل كارتيزيان وممكن أنه يحول إلى البولر يعني حسب طبيعة المسألة
إذا بقى كارتيزيان، فبالنسبة إلى واي، بالنسبة إلى واي فترسم هذا المستقيم بموازاة واي، وراح يدخل لي المنطقة عند واي تساوي سالب يعني جذر 4 ناقص اكس تربيع. يعني هي هاي معادلة الدائرة بها جزء من السالب، وراح يغادر وين؟ عند جذر 4 ناقص اكس تربيع. وبالنسبة إلى حدود، هاي بالنسبة إلى حدود واي، وبالنسبة إلى حدود X يعني هنا أنا راح يكون من سالب 4 من سالب 2 إلى 2، يعني لأن أنا هو دائرة نصف قطر مال 8، وعند قيمة Y تساوي 0 في X تربية تساوي 4، فإذا X هي سالب 2 إلى 2، فعندك من سالب 2 إلى 2 هي حدود X. وقلنا حدود Y هي من سالب جذر إلى الجذر، وحدود زد نعطيها من صفر إلى هاي الفانكشن اللي نعطيها نوافق. وبعدين يعني يكامل ويعوض بحدود التكامل ويحصل عليها على هذا المقدار. يعني بالنسبة إلى الناس نجي إلى السنتر. هو طالب شنو السنتر أوف ماس؟ إن أنا خلي شوف فالملاحظة مهمة. Center of mass، لاحظ هذا الشكل هو متناظر ويا من؟ مع Z. فقيمة ال X bar وال Y bar تساوي صفر، يعني ال Center راح يصير وين؟ على ال Z axis. بس اللي ما معروف واللي لازم نحسبه هو البعد عن من؟ عن ال X Y plane. فلاحظ البعد عن ال X Y plane، فاستخدم هاي المعادلة M X Y plane. وشمن هاي معادلة X Y plane؟ يعني إذا ما يعني تقدر إنه تكتبه مباشرة، في يعني تروح لي الجدول، فهي Z sigma D volume. فلاحظ هنا Z sigma D volume D Z D Y D X. هلا الصوت والصورة جاي توصل لكم؟ موافقة؟ فهسه هنا نرتب حدود التكامل. فبالبداية دي زد تكامل بالنسبة إلى زد، فحدود زد نفس الطريقة هي نفسها هنا من صفر إلى زد تساوي 4 ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع. راح يكامل بالنسبة إلى زد، بالأصل عندك هنا شنو زد؟ راح يصير زد تربيع على 2، يعوض بحدود التكامل، وصلنا إلى هاي المعادلة. هنا طبعا ليش ما كاتب حدود واي وحدود اكس؟ شوف السبب ليش. هسه من يجي يريد يكامل بالنسبة إلى واي، لاحظ هاي الدالة ما تقدر تكاملها بالنسبة إلى واي. ليش؟ لأن عندك قوس مربع قوس، وعندك داخل القوس واي تربيع، ومشتقة داخل القوس ما موجودة عندك. فشنو يضطر؟ يضطر يحولها من إلى صيغة البولر، يحولها إلى صيغة البولر. فهنا 4 راح تصير ناقص عندك الأكس تربيع زاد واي تربيع، هي عبارة عن R تربيع، وهنا الدي واي دي أكس هي عبارة عن R دي R دي ثيتا. هسه لاحظ هذا القوس مشتقة داخل القوس، يعني عندك هنا R تربيع ومشتقة داخل القوس هي 2 R، فإذا موجود عندك هذا مشتقة داخل القوس. نقدر انه نكامل، بس هنا بهاي الحالة احتاج الى حدود R. حدود R يعني هذا القرص الديسك اللي هو هنا موجود عندك، واذا ردنا هنا X وردنا هنا شنو Y، هذا الشعاع. فهنا الشعاع هو R من صفر إلى قلنا شنو معادلة هي X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4، إذا R تربيع تساوي 4، إذا R تساوي 2، فإذا حدود تكامل
بالنسبة إلى R من صفر إلى شنو فينا. وبالنسبة إلى ثيتا راح أمسح هاي المنطقة إلى أقصى أقارب الساعة فمن صفر إلى 2 بار. بس شنو أكامل بالنسبة إلى R وأعوض بحدود R بعدين كامل بالنسبة إلى ثيتا وأعوض بحدود ثيتا راح أحصل على هذا المقدار. السنترويد زد بار لاحظ هاي زد بار معادلة هاي زد بار المومنت أو البلين اكس واي اقسمه على الماس اقسم هذا المقدار على هذا المقدار ثاني فراح احصل على السنتر للماس. وهنا لاحظ السنتر هو صفر الاكس بار صفر والواي بار صفر والزد بار هي 4 على 3. منو عنده سؤال طلاب؟ ننتقل الى المثال اللي بعده. هنا المثال اللي بعده ابسط بالتو دايمنشنز وانتم اعتقد ماخذينه من المرحله الاولى بالسنترويد لكن اخذته بالسنجل انتجريشن هنا بالدبل انتجريشن لان انا شنو؟ هنا عندك مساحة يعني إيه ما عندك فولي find the centroid لاحظ هنا نسمي centroid فلاحظ هنا أنا ماكو أي إشارة للكثافة لما أنا ماكو إشارة إلى الكثافة فيطلق عليه centroid بس من تكون أكو إشارة للكثافة واختصار الكثافة يطلق عليه center of mass وتقدرون تراجعون هاي هذا الشيء في كتب الستاتيك الميكانيكي الهندسي. Find the centroid of the region in the first quadrant في الربع الأول that is bounded above by the line محددة من الأعلى بواسطة اللاين y تساوي x ومن الأسفل by بارابولا y تساوي x تقريبا. تجي ترسم اللاين y تساوي x وترسم البارابولا وتأشر عليه. الM هي هنا يعني هاي الواحد طبعا إشارة إلى الكثافة أنه نعطيها واحد لا تستغرب يعني نشوف هاي الواحد يعني دي واي دي اكس بختار هو دي واي دي اكس فإذا ما أخذ هو الشريحة بشكل شنو شابولي لإيجاد حدود التكامل فحدود التكامل من واي تساوي اكس تربيع إلى واي تساوي اكس لاحظ من اكس تربيع إلى اكس وبالنسبة إلى حدود اكس فهي من صفر إلى واحد واي الواحد منين جبناها الاكس اساوي المعادلتين الاكس تساوي اكس تربيع فاذا بالاختصار راح اصير الاكس تساوي واحد فراح يتقاطع في هاي النقطه فاذا حدود اكس هي من صفر الى واحد راح يكامل بالنسبه الى واي اعوض حدود التكامل بعدين يكامل بالنسبه الى اكس او بحدود التكامل راح احصل على ام. بالنسبه الى الام اكس فانت بهاي الحاله تحتاج الى الام اكس المهم تحول الاكس اكسس فاذا واي في واي نفس الوقت تحسب المهم تحول واي فاذا الاكس بار بنفس الاسلوب عندك المعنى الواي نادي واي دي اكس وحده التكامل هي نفس هي نفس المساحه عندك مجرد انه هنا كان عندك كونستانت في تكامل كونستانت واي ظهر عندك هنا عندك واي تكامل واي واي تربيع على 2 عوض بحدود التكامل بعدين معادلة بدلالة x يعوض بحدود كامل بالنسبة إلى x ويعوض بحدود x راح حصل هنا تحول فإذا ال y bar ال y bar يساوي لك ال mx على ال m وحصلت على قيمة الضرب. نفس الشيء بالنسبة إلى ال x bar تحتاج إلى ال my فهنا عندك المعادلة راح تكون x دي واي دي اكس من راح تكامل هنا الاكس هو كونستان فاذا التكامل هو اكس واي عوض بحدود واي حصل على هاي المعادله بعدين التكامل بالنسبه الى اكس وتعوض بحدود التكامل حصلت على هذا المقدار قسم على الام وتحصل على الاكس واي.
طلاب منو عنده سؤال؟ سؤال؟ طلاب؟ طب أحد عنده سؤال؟ طلاب صوتي وصلكم لو لا؟ طلاب ما أعرف الصورة. نعم دكتور توصل. عندكم امتحان اليوم طلاب؟ خلصتوا امتحاناتكم؟ يعني هسه انا ما اعرف يعني احتمال انتم هسه تعبانين من طفيه الكهرباء والحر ومن امتحان المقاومه. هذا الشيء جاي احس هيك شيء. لو حكيت دكتور نعم لو حكيت لين حكيت هسه كهرباء ما طلاب هسه الموضوع الاخير عندك triple integrals in cylindrical and spherical coordinates. فقط راح ناخذ cylindrical coordinates. spherical coordinates راح اتركه ما راح ناخذها هاي. بس طلاب بس في لحظات بس خليني انزل لكم الملزمه بالكلاس روم هي طبعا اخر ملزمه مطالبين. طلاب هاي الملزمه الاخيره اليوم راح ناخذ جزء من عندها. والجزء الباقي المحاضرة الجاية إن شاء الله ناخذ الأسبوع الجاي إن شاء الله راح تكون يعني محاضرات هي عبارة عن مناقشة وكلاس وورك وقد تتخللها أسئلة يعني بالنسبة اللي ما حصل فرصة إنه يشارك بالمحاضرات السابقة الأسبوع الجاي يعني هو آخر أسبوع أعتقد آخر أسبوع وراها أعتقد يعني تصير عطلة أكو أو تصير امتحانات يعني. طلاب هسه جاي يشوفون هاي الملزمة triple integrals in cylindrical coordinates فقط هذا اللي راح طلاب جاي يشوفوها لو ما جاي يشوفوها. أي نعم دكتور. تمام. طلاب باختصار الطلاب يكون بهذا الموضوع cylindrical coordinates هو مشابه وامتداد المن الى polar coordinates. polar coordinates فعندك هنا لاحظ هذا الرسم من 3 dimensions جاي يشوفون هذا الرسم طلاب جاي يشوفون هذا الرسم. نعم دكتور واضح. دافيات النقطة اي r انتم ماخذين R بتعريف R هو بعد النقطة هاي النقطة بعد النقطة أو هاي النقطة هنا بعد النقطة عن يعني كانت بالبولر كوردينيتس بعد النقطة عن الأوريجين هاي المسافة بعد النقطة عن الأوريجين هذا بالبولر كوردينيتس بالسلندريكال كوردينيتس هذه الـ R نفسها هاي الـ R البعد عن طبعا شنو الزد اكسس هنا يعني البعد عن من عن الزد اكسس يعني والزد اكسس يعني هذا البعد العمودي اللي يكون فوق الار هي تبقى نفس ثيتا الدوران عكس عقارب الساعه يعني الزاويه اللي يصنعها ار مع الاكس اكسس تدوير عكس عقارب الساعة فإذا ثيتا هي نفسها يعني إذا أجي أرسم هنا أنا مال وازي الأكس أكسس فهذه ثيتا هو راسمها لك هنا أنا آر وهنا راسم لك ثيتا بقى عندك الشيء اللي راح ينضاف لأن 3 dimensions زد
البعد الشاقولي للنقطة عن الـ XY plane واللي هو نفسه بالـ Rectangular Coordinates، نفسه الزيت يبقى الزيت نفسه. فلاحظ هنا التحويلات، فإذا هنا Cylindrical Coordinates ما به أي مشكلة وما به أي فرق عن اللي درسته يعني سابقا. فإذا عندك هنا الـ X تساوي R cosine theta والـ Y تساوي R sine theta مثل ما أخذنا بالبولر كوردينز، والزيت هي تبقى نفسها الزيت. هنا التحويلات اللي هي عندك R تربيع تساوي X تربيع زاد Y تربيع، والتان ثيتا يعني تساوي لك الـ Y على الـ X المقابل على الجوب. إذا أجينا الـ Triple Integrals للـ Cylindrical Coordinates، لاحظ شنو كان عندنا؟ عندنا دي فوليوم، واخذنا شنو دي فوليوم يعني بالريكتانجولار، دي زد دي واي دي اكس. الدي زد بقت نفسها ليش؟ لان الزد نفسها. دي واي دي اكس هي عبارة عن ار دي ار دي ثيتا. فلاحظ ار دي ار دي ثيتا، وهنا انا عندي دي زد تبقى نفسها قلنا، وهنا انا الفانكشن اللي يعني اللي راح تكامل عليه، والدي هذا يعني المنطقة دي. واضح طلاب؟ منو عنده سؤال طلاب؟ طلاب اكو سؤال؟ واضح طلاب؟ منو واضح عنده هذا يعني التعريف؟ واضح دكتور. فقط السبع طلاب. المجموع 28 طالب. باقي الطلاب ليش مو وافق طلاب؟ طلاب نعم دكتور. نعم. دكتور أنا واضح عندي بس جاي أرفع إيدي ما جاي ترفع يعني معلق. لا لا رافع إيدك. تمام دكتور. اي رافعين. طبعا اللي رافعين اليوم هم نفسهم الطلاب اللي دائما يشاركون. شكرا جزيلا طلاب اللي متمسكين. منو عنده سؤال طلاب؟ عمر هسه ايدك انت يعني هم باقي رافع ما نزلت، يمكن باقي معلم نزلها بس باقي معلم. نعم. لا منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال يرفع ايده. هنا هسه الموضوع هو ايجاد حدود التكامل، ايجاد حدود التكامل ايمن من السلندريكال coordinates، شلون اوجد حدود التكامل. نفس الاسلوب اللي اتبعته في ايجاد حدود التكامل بمن بالكارتيزيان coordinates او rectangular coordinates، ترسم الفانكشنز. هنا بهاي الحاله الفانكشن زد كانت عندك الفانكشن زد هي function of x y، هنا الفانكشن هي صارت function of r theta، وترسم الشادو اللي هي، وهناك يعني كانت عندك الفانكشن الواي هي فانكشن اوف اكس، هنا صارت الار هي فانكشن اوف فيلد. ترسم هذا المستقيم من المنطقة ار بموازاة الزد اكسس، راح يخترق المنطقة، راح يدخل للمنطقة عن زد سطح زد الابتدائي،
ويغادر عند زد النهائي، يعني راح يغادر يدخل بسيرفس زد واحد ويغادر بزد ثاني. بقت عندك شنو؟ حدود R وثيتا. فهسه إذا أجي يعني هاي المنطقة هنا بهذا الشكل X axis وهذا Y axis، أنا هنا رسمت هدار، هنا قد تأخذ أي شكل، خلي أرسمها تأخذ أي شكل المنطقة. هاي هي المنطقة R. أرسم نفس الأسلوب، راح أرسم شنو شعاع اخترق المنطقة R. فإذا حدود ثيتا هنا R يدخل المنطقة عند R ويغادر وين؟ عند R، يعني هنا R1 وهنا شنو R؟ ال R1 هو تسميه H1 ثيتا، يعني function of ثيتا، ويغادر عندنا عند function of ثيتا. حدود ثيتا هذا نفس المستقيم شنو؟ يمسح المنطقة ابتداء من أدنى نقطة، من هاي النقطة أدنى نقطة، وأدورها عكس عقارب الساعة بحيث يغادر عند أبعد شنو؟ أبعد نقطة. فهنا واضح من هاي الأري أنه أبعد نقطة هي هذه النقطة، فأبحث عن ثيتا لهذه النقطة. هنا هذا هو بالرسم، هنا هذا المستقيم هو زد، هنا حدود زد، يعني من زد يعني الأدنى إلى زد الأعلى، وبالنسبة إلى R فهنا يعني من R يعني هاي R الأدنى هنا إلى R الأعلى. وبالنسبة إلى ثيتا فراح يأخذ منها هاي ثيتا هي من ألفا إلى ثيتا، إلى ثيتا اللي هي هنا بيتا. فبنفس الأسلوب ونفس طريقة الكارتيزيان كوردينيس، فنلاحظ هنا زد تكامل بالنسبة إلى زد، فهنا عندك معادلة يعني هنا السيرفيس سطح، هنا R هي معادلات كيرف، وبالنسبة إلى ثيتا هي معادلات كونستنت. هنا عندي سؤال طلاب. طلاب أكو واحد عنده سؤال؟ الأمثلة نأخذها إن شاء الله بالمحاضرة الجاية على هذا الموضوع. لا بس أرتب رابط